بالمناسبة تقييمك ايه لمشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري العام مثلا؟ انا شايف الامور ماشيه بشكل طيب جدا. انت دلوقتي لو كسبت هتبقى اول دوري، لو كسبت المباراه المؤجله صح هتبقى اول دوري. يمكن في تعادل او هزه كده حصلت في بدايه الموسم تقريبا، تعادل او اتنين، لكن مع ذلك الحمد لله انت الدنيا مشيت. طبعا، وانت بمكسبك ان شاء الله المباراه المؤجله دي هتبقى اول دوري يعني. فانا شايف الامور ماشيه بشكلها الطبيعي او بالشكل الطبيعي للنادي الاهلي، عايز يحقق الموسم الثاني على التوالي في الدوري، بطوله الدوري. تقييمك بقى الفني لفريق فاركو؟ انا شايفه من فرقه جيده، وشايف على الرغم من مركزه. طبعا، وهقولها لك بشكل اوضح شويه يا كابتن اسلام. اتفضل. انا شايف ان هم مع احمد خطاب بقى بيلعبوا بواقعيه اكتر، بمعنى في مدربين يا كابتن اسلام، وحضرتك اكيد اشتغلت كتير او لعبت كتير مع المدربين دول، بيلعب بطوله الدوري وبيلعب الماتشات كلها واحد، بمعنى انا النهارده ما عنديش مشكله اكسب اخسر اتعادل، غير ان في مدربين تانية كده بتحترم اولا فرقتها بشكل كبير جدا، بتحترم امكانيات فرقتها، انا عارف فرقتي وحدود امكانيات فرقتي، فعارف انا محتاج ايه من المباراه دي. في مباراه ما عنديش مشكله ان انا اطلع متعادل، فدي حاجه تحترم في اي مدير فني يفكر كده. فانا شايف ان دي من الميزات اللي احمد خطاب بيشتغل عليها، او المدير الفني لنادي فاركو بيشتغل عليها الفتره الاخيره، انه عارف امكانيات فرقته، عارف هو محتاج ايه من كل مباراه. في مباراه عنده البونت مهم جدا فبياخد البونت، في مباراه عنده مهم قوي ان ناخد 3 بونت، فده اللي بيحصل. فانا شايف ان هم بقى بيلعبوا بواقعيه بشكل كبير جدا، بيلعبوا على قد حدود امكانياتهم، بدا يبقى عندهم ثقه، لان هم الفترات الاخيره بدا يكسبوا ماتشات كمان، بدا يبقى في تعادلات، بدا يبقى في مكسب، وبداوا يتحطوا بشكل مش وحش في الدوري يعني، مقارنه بالبدايه اللي ما كانتش كويسه اللي كانوا بادئين بيها. وعندهم اكتر من عنصر مهم، وعنده خبرات يعني كمان. يعني في اسماء مهمه. طبعا طبعا فاركو شكري طبعًا نجيب، اعتقد طبعا في شكري نجيب وعمرو جمال ومحمد فخري يعني عندهم البقريت المحترف لعيب كويس اللي هو لعيب غينيا، صح كده، برضو من اللعيبه المميزه جدا. انا شايفهم اللعيبه يعني الاسماء اللي موجوده برضو في فاركو تخليك تبقى يعني متلخبط شويه لما تلاقي المركز بتاعهم من عدد النقاط 25 نقطه يعني. هم فرق معاهم يا كابتن اسلام انهم قعدوا موسمين تقريبا القيد كان موقوف ليهم، فدي الامانه فرقت معاهم جدا، لان اللي الواحد بيسمعه عن نادي فاركو ومجلس ادارته ان هم ما عندهمش مشكله خالص في المصاريف او في الميزانيه، يعني تقريبا بتبقى ميزانيتهم كويسه، لكن فرق معاهم كتير جدا الايقاف الكيد سنتين، او ده تقريبا 3 سنين تقريبا، صح، 3 ولا 2؟ دي الثالثه يعني. فدي برضو حاجه كبيره جدا، اثرت عليهم بشكل كبير جدا، مع انه غيروا اكتر من جهاز فني في بدايه الموسم. ودي من الحاجات برضو اللي من وجهه نظري ما بتبقاش بتبقى كويس. كابتن احمد خطاب الفرق برضو اسم ليس يعني كان مساعد المدرب في الفتره الاخيره، حضرتك عارف انه كان اصلا حارس مرمى، مش حارس مرمى يعني خطاب. فدي برضو دي يعني دي حاجه قليله جدا بالنسبه لنا حتى في الدوري المصري. واشتغل مع اكتر من جهاز لحد ما جه الوقت انه خد الفرصه، وانا شايف انه بيأدي فيها بشكل كويس. طيب انا لسه كنت هسألك، هل يستطيع احمد خطاب الوقوف امام ترسانه النادي الاهلي من كل هؤلاء اللاعبين ومارسيل كولر؟ من وجهه نظري لو النادي الاهلي ولاعيبته مركزين واحترموا فرقه فاركو او اي فرقه، يعني مع احترامي الكامل لكل فرق الدوري، بيبقى صعب جدا فرقه تقف قدام النادي الاهلي، يعني ده مع احترامي الكامل يعني، بس دي الحقيقه.